لما ترفع راسك وتتأمل في السماء ونجومها ما تندهش؟ ولما تكون في مكان مظلم وتشوف السماء تحولت إلى سجادة مرصعة بعدد هائل من الأجرام المتلألئة مثل الجواهر المعلقة، ما تتساءل شو موجود هناك؟ ولما تقرأ عن تلك الأجرام السماوية وأبعادها وأحجامها ما تسأل نفسك كيف عرفوا الناس كل هذه المعلومات الدقيقة؟ يقال إن أول عمل قام به الإنسان هو النظر إلى السماء والتفكر فيها، ويقول تعالى في سياق الآية الكريمة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التساؤل حول السماء والكون شغل البشرية طوال التاريخ، وكان من أشهر علماء المسلمين الذين تحدثوا في هذا المجال وكتبوا فيه هو محمد الخوارزمي. كان من العلماء الأفذاذ في علم الفلك، وضع كتاب سماه زيج السند. في هذا الكتاب وضع جداول لحركة الشمس والقمر والكواكب الخمسة اللي كانت معروفة في تلك الفترة. ومن أشهر المتسائلين طبعاً معروف جداً هو غاليليو غاليلي، لكن ما اكتفى بالتساؤل فقط بل راح وصنع تلسكوب. صح ما كان أول تلسكوب في التاريخ، لكنه كان نقطة تحول في مسار العلوم. هذا مجسم لتلسكوب بدائي بمقاييس اليوم. علشان نفهم تركيب التلسكوب خلنا نتخيل الأجرام اللي في السماء مثل المرآة اللي تعكس الضوء، والتلسكوب هو الأنبوب اللي يجمع هذا الضوء في داخله. لما يكون حجم هذا الأنبوب كبير يقدر أن يدخل أكبر كمية من الضوء ويخلينا نشوف تفاصيل الأجرام بشكل أوضح. تلسكوب غاليليو كان يحتوي على عدسة محدبة تلتقط الضوء وتوجهه إلى عدسة أخرى مقعرة تكون في جهة عين الإنسان المراقب للصورة، فتتشكل الصورة الكاملة المقربة أمام العين. وهذا التلسكوب كان يكبر صورة الأجرام 30 مرة. بعد حوالي 60 سنة أتى نيوتن وبدأ يطور التلسكوب أكثر، واكتشف أن العدسات كانت تدفع الضوء للانحراف بنسبة معينة، فالصورة ما كانت واضحة. فقال خل نجرب شيء. فشو اللي سواه؟ شال العدسة وجاب مكانها مرآة وحطها في التلسكوب، وكانت النتيجة جميلة جداً. وانتقلت التلسكوبات من مبدأ انكسار الضوء بالعدسات إلى مبدأ انعكاسها على المرايا، وبالتالي كانت الصورة النهائية اللي يشوفها المراقب خالية من الانحراف اللوني. من ذاك الوقت وحتى القرن 21 التلسكوبات مرت بمراحل كثيرة، وظهرت تلسكوبات فضائية تلف حول الكرة الأرضية، وصرنا قادرين أن احنا نغوص في عمق الكون لنحاول فك بعض شفراته وفهم بعض قوانينه. على سبيل المثال عندنا اليوم التلسكوبات الراديوية اللي تلتقط موجات الراديو غير المرئية. هالموجات منتشرة في الغلاف الجوي وفي الكون كله، وهي اللي تنقلكم هذا البرنامج عبر التلفزيون وتخلينا نتصل بالهواتف وتعطي الإنسان القدرة أن يزور الفضاء. لكن ليش؟ لأنها تؤمن لرواد الفضاء القدرة على التواصل مع الأرض. الكون فيه شيء اسمه الموجات الراديوية، تتميز عن الضوء المرئي أنها تقدر تعبر كل الحواجز اللي تفصلنا عنها مثل الغبار والغازات. هذه الميزة تخلي التلسكوبات الراديوية قادرة على اكتشاف أسرار الكون أكثر بأضعاف المرات من التلسكوبات التقليدية، لأنها تستقبل الموجات من مناطق تبعد عن الأرض مليارات السنوات الضوئية اللي من المستحيل أن يوصلنا منها أي ضوء مرئي. لكن هذا لا يعني أنها أسرع من الضوء. من أسرار الكون التي توصل لها العلماء من خلال التلسكوبات أن الكون الفعلي أكبر بحوالي 10 مليارات تريليون مرة من الكون المنظور اللي قدروا يشوفون حتى الآن. وعشان نتخيل مقدار هذا الرقم نقدر نقول أن حجم الكون بالنسبة للكون المنظور هو نفس حجم الكون المنظور بالنسبة لحجم ذرة واحدة. يمكن بعضكم يستغرب لو يعرف أن بعض التلسكوبات مخصصة فقط للبحث عن أي أثر للحياة خارج كوكب الأرض، لكن ترى الموضوع مش للتسلية. جرب التالي: روح وخذك تلسكوب صغير، طيب، واطلع شوي من المدينة وراقب سطح القمر من التلسكوب. تعرف شو أول سؤال بيخطر على بالك؟ بتقول معقولة؟ معقولة فقط إحنا اللي عايشين في هذا الكون الشاسع؟ أو أنك أنت رحت ونظرت في أحد التلسكوبات العملاقة اللي تقدر تشوف من خلالها
تفاصيل الكواكب الأخرى والنجوم بوضوح كبير، بتشعر بأنك أنت مرغم على البحث عن حياة أخرى. ولذلك سيظل البحث عن إجابة لهذا السؤال إحدى أكبر مهمات البشرية في السنوات القادمة، كيف مع تقدم التقنيات المستخدمة في التلسكوبات، لأن اليوم هناك أشياء كثيرة بعد ما اكتشفناها، ومع الوقت راح نغير هذا كله. في تشيلي يقوم الأوروبيون حالياً بإنشاء تلسكوب يسمى التلسكوب الأوروبي الكبير جداً، واللي ما زال العمل مستمر في تشييده على قمة منطقة سيرو أرمازونز الجبلية في تشيلي، وراح يكون أكبر تلسكوب في الكرة الأرضية على الإطلاق. التلسكوب الأوروبي الكبير جداً راح يساعد العلماء في دراسة الكواكب اللي تدور حول نجوم أخرى غير الشمس، وربما يتمكنون من دراسة أوائل المجرات اللي نشأت في الكون وكذلك الثقوب السوداء الهائلة. الشيء الجميل أن هذا التلسكوب راح يساعد البشر على دراسة الماء والجزيئات العضوية في الكواكب الناشئة، واللي وجودها يعتبر دليل صريح على وجود نوع من أنواع الحياة في مكان ما، لأن الإنسان يعتقد بأن المكان الذي به ماء به حياة، ولكن يظل هذا الاعتقاد فرضية قابلة للنقاش خارج الكرة الأرضية. أيضاً راح يكون التلسكوب الأوروبي الكبير جداً دور في التعرف على جزء من تاريخ الكون والمراحل الأولى من تشكل الكواكب، وراح يساهم أيضاً في كشف طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة اللي شكلون 95% من مادة الكون اللي نعرفه. وعلشان تتخيل الحجم الهائل للتلسكوب الأوروبي الكبير جداً، يكفي أنك تعرف أن قطر المرآة لهذا التلسكوب يبلغ تقريباً 39 متر، يعني نصف طول ملعب كرة قدم تقريباً. بهذا الحجم الكبير والقدرة غير المسبوقة، يعتبر هذا التلسكوب هو العين الكبرى للأرض على السماء. وفي تشيلي أيضاً يتم بناء تلسكوب آخر يسمى تلسكوب ماجلان العملاق. هذا التلسكوب اللي راح يكون جاهز في 2025، شغلته بتكون محاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل نحن وحيدون في الكون؟ يعني هل توجد حياة في أماكن أخرى خارج المجموعة الشمسية؟ إلى جانب محاولة الإجابة عن أسئلة أخرى مثل: كيف تشكلت المجرات؟ وما هي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة؟ وما هو مصير الكون؟ بالمناسبة، قد البعض يتساءل ويقول: ليش تبنى هالتلسكوبات في تشيلي؟ الجواب هو لأن صحراء أتاكاما في تشيلي تسمى اليوم عاصمة الفلك. في هالصحراء بتكون السماء صافية وجافة لأكثر من 300 يوم في السنة، تصوروا، لا رطوبة، لا غيوم، لا أمطار، لا ثلوج. ولذلك في عام 2018 بتكون في تشيلي 70% من البنية التحتية للمراصد الفلكية في العالم. والملاحظ أن التلسكوبات الأرضية يحرص في تشييدها في المناطق العالية وعلى قمم الجبال علشان تبتعد قدر الإمكان عن التلوث الضوئي الموجود على سطح الأرض، لأن علشان تكون رؤية التلسكوب واضحة يجب أن يكون بينه وبين أقرب إنارة 20 كيلومتر على الأقل. لكن التلسكوبات الأرضية بالرغم من ارتفاعها العالي تتعرض لمؤثرات تساهم في تقليل جودة الصور اللي تلتقطها. من أبرز هذه المؤثرات اضطرابات الغلاف الجوي، وهذه الاضطرابات نقدر نلاحظ أثرها كأفراد، لأنها هي السبب الحقيقي اللي يخلي النجوم تتلألأ في السماء لما نشوفها بالعين المجردة. تعرفون شو مشكلة الغلاف الجوي للأرض؟ إنه يقوم بامتصاص معظم الأشعة الحمراء والأشعة فوق البنفسجية القادمة من الكون، وبالتالي التلسكوبات ما تلقى شيء من هذه الأشعة لكي تستخدمها في التصوير. ولذلك رغم أن التلسكوبات الأرضية الحديثة تستخدم تقنيات متطورة جداً علشان تقلل التشتيت الحاصل من الغلاف الجوي، لكنها ما زالت غير قادرة على امتصاص قدر كافي من هذه الأشعة وتعطي صور واضحة. هنا تبرز أهمية التلسكوبات الفضائية اللي تدور حول الكرة الأرضية كأنها أقمار صناعية. هالتلسكوبات عندها القدرة على التقاط صور أكثر وضوحاً لكل الظواهر الكونية واستقبال الأشعة تحت الحمراء
وفوق البنفسجية، لأن محيطها ما يتقاطع مع أي عائق يؤثر على وصول الموجات، لكنها أيضاً تواجه صعوبة في عملية صيانتها وتطويرها. من أشهر التلسكوبات الفضائية تلسكوب هابل، اللي تم إطلاقه في المدار المنخفض لكوكب الأرض في عام 1990. بالمناسبة، إدوين هابل هو اللي اكتشف في العشرينات من القرن الماضي من خلال تلسكوبه أن درب التبانة ليس الكون كما كان يعتقد، ولذلك نجد اسم هابل مرتبط بعلم الفلك والكون كثيرا. تلسكوب هابل الفضائي كلف ناسا قرابة 10 مليارات دولار حتى الآن. هل تتخيلون كيف تتم صيانة هذا الجهاز العملاق؟ بإرسال مهندسين ومتخصصين إلى الفضاء لإجراء عمليات الصيانة والتطوير. هذا التلسكوب التقط مجموعة من أوضح الصور الضوئية للكون في تاريخ العلم، وكثير من هذه الصور أدت إلى اكتشافات مؤثرة في عالم الفيزياء الفلكية، مثل التحديد الدقيق لنسبة تمدد واتساع الكون. هذه الصور التقطها تلسكوب هابل. تبعد هذه الأجرام 42 مليار سنة ضوئية عن الأرض. السنة الضوئية تساوي تقريباً 9.5 تريليون كيلومتر. اضربوا هذا الرقم في 42 مليار وتدركون إلى أي مدى تعمق الإنسان عن طريق تلسكوب هابل في هذا الكون العميق. من التلسكوبات الفضائية اللي عملت نقل نوعية في معرفة الكون تلسكوب كيبلر. هذا التلسكوب بدأ العمل رسمياً في 2009، وتخصص في البحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض اللي تدور حول النجوم، ونجح في بداية عام 2015 في اكتشاف كوكب شبيه جداً بالأرض. ومن يدري، يمكن قريباً جداً نكتشف حياة في كوكب في مكان ما في هذا الكون الشاسع. لو أحاول أحصر في حلقة واحدة فوائد الاستثمار في تصنيع التلسكوبات ما بقدر، لكن خلوني أخبركم على مستوى الطب. في علم الفلك يحاول العلماء أنهم يشوفون أجرام تبدو متناهية الصغر في التلسكوب، وفي الطب يحاول الأطباء أنهم يشوفون أشياء دقيقة في داخل جسم الإنسان كالخلايا ومكوناتها. ولتشابه هذه العملية استخدم الأطباء تقنية تصويرية في التلسكوب اسمها Aperture Synthesis، وتعني تجميع صور الأجرام الدقيقة من أكثر من تلسكوب في مكان واحد. ولأن كل تلسكوب يأخذ صورة مستقلة عن الآخر، لما تجمع الصور تبدو واضحة وكأنها مصورة من تلسكوب واحد. في الطب عاد تستخدم هذه التقنية نفسها في تصوير الأشعة المقطعية الدقيقة مثل MRI والكات سكانرز. ولولا تقدم تقنيات التلسكوب ما قدرنا نطور هذا المجال الطبي. أما التلسكوبات الفضائية فلأنها حساسة ودقيقة جداً وما يقدر الإنسان أن يعملها صيانة بسهولة، فبالتالي البيئة اللي صنعون فيها أجزاء التلسكوبات لازم تكون نظيفة جداً من الغبار ومن أي ملوثات أخرى. لذلك اضطر العلماء أنهم يطورون عمليات وإجراءات تقنية بحيث أن أماكن التصنيع والبيئة المحيطة بالتلسكوب تكون نظيفة تماماً، ودفعوا بهذه الإجراءات إلى حدها الأقصى لتنقية هذا المكان. واليوم تستخدم نفس تقنيات التعقيم وتنقية البيئة مال التلسكوبات في المستشفيات والعيادات والمختبرات. التقنيات المستخدمة في التلسكوبات اليوم تسير أشياء كثيرة في حياتنا ما نتوقعها. مثلاً شركة فيدكس تستخدم إحدى تقنيات التلسكوب في متابعة خدمات العملاء، وشركة جي أم للسيارات تستخدم تقنية أخرى لتحليل بيانات حوادث السيارات. استخدام التلسكوب غير محكور على العلماء والفلكيين، بل حتى أنت أيضاً تستطيع أنك أنت تستمتع بالمناظر الخلابة في السماء. تقدر أنك أنت تشوف القمر والكواكب والنجوم عن قرب باستخدام تلسكوبات عادية، ما له داعي تأخذك شيء كبير. من حق كل واحد منا أن يكتشف ويندهش ويتساءل ماذا هناك في الأفق البعيد. الإجابة عن السؤال هذا غير مهمة، والأهم هو أن نظل في تساؤل مستمر حتى نطور الحياة من حولنا ونستمتع بها.
الدار.